بصفه عامه. بالنسبه للفريق النابور يعني بعد مقابله النهضه البركانيه اللي كنا يعني عاقدين العزم اننا نرجعوا بنتيجه ايجابيه، ولكن لسوء الحظ، ولكن لسوء الحظ ولظروف يعني كان يعلمها الجميع وخاصه الجمهور اللي تبع المقابله، يعني كنا عارفين بلي مقابله صعبه. يعني تلقينا هدف او في الدقائق الاولى، ومع اننا ركزنا على اللاعبين انهم ما يتهاونوش يعني في الدقائق الاولى، ولكن كان غياب التركيز عند اللاعبين في الدفاع اللي خلى النهضه البركانيه ما تسجل الهدف. ورغم هذا يعني حاولنا يعني بجميع الوسائل تاعنا باش نرجعوا في المقابله، وتحكمنا في بعض المراحل تاع المقابله خاصه في الشوط الثاني، يعني كان الحضور تاعنا يعني نظن احسن من فريق النهضه البركانيه، وتحسبنا على ضربة جزاء لسوء الحظ يعني ما سجلناهاش. فانا ما غاديش نلوم اللاعب اللي ضيع ضربة جزاء، ولكن يعني هذه كرة القدم، بعض المرات يعني الحظ ما يكونش بجانب الفريق، وكانت هناك يعني بعض الاخطاء كما قلت من ناحية التركيز عند اللاعبين. وهذه مقابلة اللي دازت، حنا كنا يعني بغينا نعمقوا الفريق باش نبقاو في فريق مريح، ولكن الحمد لله يعني فريق أهلي الناظور مازال في المرتبة الأولى، وإن يعني فريق النقاط ما بقاش قوي، والآن ما بقالناش يعني هامش تاع الخطأ، والحمد لله حنا واعيين بهذا الشيء، وإن شاء الله بحول الله مستعدين على المقابلة تاع العريش اللي مقابلة مهمة ومهبة بزاف. علاش؟ لأنها مع فريق خصم عنيد، هلال فريق العريش تاعو خصم عنيد، والمقابلة اللي كتجي بعد الخسارة تاع نهضة البركان، يعني خصنا نرجعوا إن شاء الله بحول الثقة ديال اللاعبين والثقة تاع الجمهور إن شاء الله بحول الله. حنا كنعملوا على الجانب النفسي، ويعني حتى كنخدموا يعني تجانس اللاعبين يعني الجدد مع القدامى، ونحاولوا ما امكن نكونوا يعني فريق قوي ان شاء الله بحول الله. لان هذه 13 مقابله، جميع المقابلات غادي ناخذوها كمقابله سد، لان ما عندناش، ما غاديش نقدروا نقولوا هذه المقابله اللي نقدروا نخسروا فيها ولا مش حاجه، اي مقابله يعني خصنا نفوزوا بالنقاط الثلاث، لان الفرق الاخرى لا الاتحاد الاسلامي وجدي ولا نهضه بركان حتى هما كيعملوا جاهدين باش يربحوا اكبر عدد من النقاط باش يتعداوا ويتعداوا فريق الناظور في سلم الترتيب. ونتمنى ان شاء الله بحول الله يعني بالمعونه تاع الجميع وخاصه الجمهور الرياضي تاع هلال الناظور، يعني ان شاء الله باش يساندوا الفريق باش يرجع ديك الثقه نتاعو اللي كانت عندهم قبل. وان شاء الله حنا نوعدهم باننا ما غاديش نبخلوا عليهم ان شاء الله بالجهد نتاعنا باش نرجعوا الفريق للمكانه نتاعو ان شاء الله. وشكرا.